والسين نتاعو ورسلنا لكم فيديو اللي شد لكم من دول فيديو كاتب لكم واحد بطانة حمراء هاد المرة ما غدربوهاش بنقرروها برزيكو وغدرب معكم لايك هاد الفيديو حشاش يستحق لايكاش اشتكى حلنا مع دولي بعد دابا نقدر من دول فيديو شد لكم اول فيديو عدنا في هاد العشية اللي غنديرو فيه الطبخ وهاد الطبخ ماشي عادي حشاش غن قدر الموش غن صيبو كيكة سيدي اياه كيكة ما طيبنا حتى البيض باقي الكيك وهاد الكيكه ماشي غنديروها وغنلعبوها غناكلوها سيدي غناكلوها ايه غناكلوها انا والله يستر طرالي السحر يا ربي ما طرالي شي حاجه اوكي نبداو شو الدراري نبداو يلا الام جبدو كامي وديش كشتو اول حاجه ربعة البيضات فانيه ثلاثه الخمارات زلافه تاع الطحين كاس تاع السنيده كاس تاع الزيت ودانو بغيت نفكركم دانون شي صون طاح اوكي نبداو اول حاجه الدراري كتجيو هنايا خصنا معلقه وهاد اللعيبه فين ديرو شي حاجه فين ديرو اول حاجه الدراري كتهزو البيض وكترسو من هنا الدراري كتجيبو فانيا من بعد كاس تاع السنيدة ومن بعد الدراري كنجيبو هذا ضروري خصها تكون جارية بحال هكا اوك اوكي الدراري دابا حنا هادي من بعد ما ديروهاش ديرو فيها الزيت والدقيق باش ما تلصقش دابا الدراري غندخلو هاد الفران وقبل ما ندخلو الفران الدراري خصو يكون 180 وهذا خاص يكون بين 30 و 45 وهذا خاص يكون لتحت تاع العافيه دابا الدراري ندخلو الفران نتلاقاو مورا نطيب اوكي الدراري دابا غنخسيو فيها الموت نشوفو واش طابش كل الدراري خرج نافش الى مطابش you
شوف الدراري سيجا وليت ماستر شيف. اوكي تيركم في الفيديو جات باكونا، نشوفكم في فيديو مثل لايك سبسكرايب، بقى نقول لكم بيس.